اخوان راه ما كيما قلت لكم راه غنجي الصباح غادي نلقى واحد النسبه تفقصات راه بداو يتفقصوا ما طاحوا شتي غير حليت حتى ما صافي ما لقيتش كيفاش ندير لهم بداو يتفقصوا درت لهم غير هادو كنخليهم يطيحوا ما باقيين تيخرجوا المهم هذا راه شتي بداو تيخرجوا اللي خرج خرج راه كيطيح لتحت ما عندي كندير لهم حيت الصنادق جاو لي مزيرين بزاف. المهم حنا كنتسناو الاخرين ان شاء الله تيخرج كلشي هما الداخل تيخرج كلهم بداو تيخرج وما سد عليهم هادو راه تقريبا راه خرجوا راه باقي اي حيت يبقاو القشور شي بانوا لكم عامرين في الاخر راه غادي نشوف النسبه ان شاء الله شحال فيها. القط كيدور عليهم هنايا كيسمع الصوت ما عرفتش فين مشى ها هو كيقلب اخوان انا باقي غادي معاهم شي طاش الحل الثلاجه كيبدا بك جش اي اي باقيين تيخرجوا اكيد تحل الباب كيبداو ينقصوا اما راه باقيين تيخرجوا سد عليهم نقصهم لتحت جبتهم هنا حيت ما صايبتش لوكار تخربقت مع الخدمه الروينه اما الاخرين نقصهم هنايا تبارك الله هانتوما بديت نصايب لهم لوكا مع الخدمه ديال عندي هاد الفقاسات خصني نكملهم هما اليوم هما اللي مبرزطيني وجاتني مع التفقيصه مع جاتنا هاد الفقاصة عاوتاني صايبة المولا يلاه جابها البارح شفت الثلاجة باقا نقية شفت الثلاجة كي داير هو جاب لي الثلاجة هادا اختي لي خدم عليها خوشي غادي غادي شوية هكا شوية هكا اخوان هاهي الدفعة الثانية ما حليت عليهم الباب هربوا هذوك دخلوا لداخل راه ما دخلوا لداخل شي طير مهم هذا خوهم هرب لي شي واحد شوف فين هرب لي هذا شوف ها الاخر غادي نخويهم ها هو السمانة الإخوان هذا الشيء اللي كاين البيض باقي في الثلاجة ولكن حتى الاخر عاد نديرو النسبه المئويه شحال خرج لينا وشحال بقى وشحال ديال البيض خسر وشحال اللي باقي ستو ليهم هذا الشيء اللي كاين السلام عليكم السلام عليكم اخوان طفينا الفقاصه ديالنا سالات فقاص ها هو السمان ها هو من هاد الجهه الحمد لله النتيجه كانت مزيانه البيض اللي بقى اغلبيه ديالو ما مخصبش ها الخدمه اللي كانت شداني الاخوان داكشي علاش غبت عليكم بزاف فلاشين
شحال هادي ما كنت درت لكم حتى شي حاجه. المهم هاد الفقاصه هادي غادي تمشي ان شاء الله لسيدي سليمان، خدمتها ديال 400 بيضه. وكاين هاد الفقاصه هادي غتمشي لطنجه 440 بيضه، كان الميكانيزم ديالها ها هو هنايا، هذا هو الميكانيزم ديالها، كتهز 440 بيضه. كاينه هادي غتخدم غير السمان، تهز 1000 بيضه ديال السمان ان شاء الله غير هنا في سلا. هادي كاينه غير هنا في سلا، مولاها في سلا. كاينه هادي ديال 300 بيضه اوتوماتيك حتى هي، وها هي اختها. هاد الجوج هادو راه نفس الخدمه الا شفتو، ها انتم تشوفوا درت الحشه ديال الواحد. ها هي الخدمات ديال الثانيه بحال بحال. هادو ان شاء الله غادي يمشيو للفاس. وكاينه ان شاء الله واحده اخرى، هادي باقي ما مخدوماش، باقي على الثلاجه. هادي ان شاء الله غتمشي لكازا ان شاء الله بحول الله. هادشي اللي كاين الاخوان هاد الساعه، ونتمنى لكم نهار مبروك وعيد مبارك سعيد، والسلام عليكم.